لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فأعرض عنها ونسي
Dengan nomor peserta TL082 akan membacakan surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 13 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم Murotil dengan nomor peserta TL058 akan membacakan surah Al-Isra dimulai dari ayat 23 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ابتغاء ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
ولا تجعل يدك مولولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله العظيم. Muratil dengan nomor peserta TL004 akan membacakan surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 23 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته
ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العظيم Murotil dengan nomor peserta TL 118 akan membacakan surah Al-Isra dimulai dari ayat 23 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأولين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما
مبصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Muratilah dengan nomor peserta TL073 akan membacakan surah Thaha dimulai dari ayat 77 dan seterusnya. Disilahkan. A'udzu billahi minasy بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن
Murotil dengan nomor peserta TL 010 akan membacakan surah An-Nisa dimulai dari ayat 88 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة التي أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم
فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Muratilah dengan nomor peserta TL041 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 42 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولا يسمع الصم
ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع Profil dengan nomor peserta TL 060 akan membacakan surah An-Nisa dimulai dari ayat 77 dan seterusnya. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال
لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض
عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Muratilah dengan nomor peserta TL 105 akan membacakan surah Toha dimulai dari ayat 90 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أن تقول فرقت بين بني قال فما
أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما كل شيء علما صدق الله العظيم. Murattilah dengan nomor peserta TL001 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 1 dan seterusnya. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم بهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم بل قالوا بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء
فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. صدق الله العظيم. Muratilah dengan nomor peserta TL 083 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 42 dan seterusnya. Disilahkan. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم
ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ودع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين صدق الله العظيم.